المرأة طبعا المصرية. المرأة المصرية لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ليه المرأة المصرية؟ أنت عارف دلوقتي ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد طبعا الربع. المرأة المصرية أنت عارف تقدم الدول وحضارتها دلوقتي لا يقاس لا باستهلاك الكهرباء ولا بحقوق الإنسان ولا بالكلام ده كله، ولكن بيقاس بمدى حصول المرأة على حقوقها. يعني إذا كانت المرأة بتحصل على حقوقها دي بيبقى معدلات مرتفعة جدا في تقييم الدول. ليه بقى المرأة بالذات؟ لأن المرأة هي كيان الأسرة، هي اللي بتحمي البيت الكبير. لا يستقيم ولا يقوم إلا إذا كانت في امرأة. المرأة ما بتختفي من البيت الكبير البيت ده بيتهد، مش الراجل يعني. يعني حتى عندنا المثل، مش عارف أنا مضطر أقول ولا لا، يقول لك يعني بلاش لا نقول يعني يقول لك خلينا على دور المرأة والحفاظ على المرأة تعشش والراجل بيطفش. فالمرأة هنا دورها حماية الأسرة وحماية البيت وحماية الكيان. البيت الصالح ما بتبقى فيه مرأة صالحة. فلذلك هنا أما أجي أقول إنه الربع على الأقل يبقى مرأة، لا ده أنا أبقى شخص محترم جدا. اللي بيحترم المرأة واللي بيدعم دورها تبقى دولة محترمة. اللي بيهين المرأة بينتقص من دورها تبقى دي دولة مش محترمة. احنا بنشوف يعني المناظر المؤذية اللي بتبقى بتاع طلبان وبعض الدول التانية، اما مرأة بتاع تبقى لابسة بنطلون يجي يمدوها في ميدان عام. انت بتقتل قيمة، انت بتقتل حضارة، بتقتل تاريخ، انت بتهين المجتمع نفسه. لا احنا بقى ايه، لا يا سيدي ان شاء الله حتى بقى نص البرلمان من السيدات، ما هم بناتنا وزوجاتنا وامهاتنا. وبعدين مين اللي هيدافع؟ هي المراه دي وجودها هتدافع عن قضاياها بس، ده هتدافع عن قضايا المجتمع كل حاجه، والاسره والاسعار وقوانين الظلم الاجتماعي هتقف. وبعدين لاحظ ان المراه، يعني الكلام ده انا يعني مش عايزه يزعل حد، اكثر جراه من الرجل في التعبير عما تريده. ستات مصر كده ايه محددين، ما بيعرفوش يمين ولا دورهم خلال. الكبير في الثورة يا خبر 30 يونيو في الشارع قد ايه، في كل مصر في الانتخابات قد ايه، الطوابير اللي واقفة يا باشا في 26 يونيو قد ايه، يعني 3/7 اهو قدام حضرتك. هي دي المرأة المصرية. الاخوان في 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 مظاهرات التحرير حاولوا يخوفوا النساء، فبداوا يجيبوا سيدات يعني ينزعوا ملابسهم ويحطوهم، ما حدش بيعتدي عليهم ولا حاجه، بس نساء ويحطوهم ويمشوا بهم في الميدان عشان يخوفوا كل اب وكل انه ما تنزلش اولاد بنتك ولا مراتك. كانت النتيجه ايه؟ هيحصل لكم كذا اهو. كانت النتيجه قالوا لا ده احنا هننزل وهنحمي نفسنا، واللي بقى يقرب منهم بقى يعني يأدبوه. فهي دي المرأة المصرية. وبعدين شوف بقى مشهد امهات الشهداء وهم بيتكلموا، يعني ست يعني قدم فالتعديل ده تكريم للمرأة المصرية ودور المرأة المصرية. ده انا اعتبره اعتراف بفضلها، اعتراف بجمالها، بنسدد لها جزء من الدين اللي تستحقه. هي بتستحق كتير قوي قوي اكتر من كده. وجود المرأة في البرلمان ضمانة لبرلمان قوي، برلمان يحافظ على حقوق المواطنين، لان المرأة هي الاعلم بحقوق بيتها واسرتها واسعارها من الرجل الف مرة. ممكن الرجل يبقى مشغول بشغله، هي اللي كل حاجة، هي كل حاجة بصراحة، هي كل حاجة، وهي اللي تقدر تدافع وهي اللي تقدر تتكلم وهي اللي تشيل البيت زي ما بنقول كده. وبعدين ما احنا بنشوفهم بقى في الانتخابات ما شاء الله، يعني ستات مصر دول كنز، حاجة عظيمة جدا، ويعني جوهر الحياة، جوهر الاسرة. فانا لما اجي احافظ على ده، لا ده شيء كويس جدا. شيء هل كويس المادة دي بتدي دفعة ايضا لنزولهم بكثافة؟ لأنه ده يعني واحد من أهم المكتسبات في التعديلات. بص، ميزة الستات من خلال يعني القراءات اللي الواحد بيقراها إن الستات أكثر يعني إيه، أكثر التحاما حوالين مصالحهم من الرجالة. يعني تلاقي الستات يدافعوا عن بعض ويدافعوا عن حقوق بعض، لكن ممكن الرجالة يضربوا، يعني إيه الحكاية دي مش واضحة عندهم. لا وعندهم كمان موجودين غير على البلد بالظبط كده، ومساندة البلد في كل قضايا لما الوطن بينادي بنلاقيهم موجودين بالظبط. ما هي الست في الآخر بصت مثلا مع تجربة الإصلاح الاقتصادي والضغوط اللي اتحملتها، فقالت لك إيه يعني، يعني ده انا قاعده ما بين اربع جدران، صحيح الاسعار غاليه عليا وبتاع، لكن ده افضل من اني ما يبقاش في بيت، تبقى في خيمه او بتاع. فهم احساسهم بالاصاله دي لا مخليهم يستحملوا. من شويه كنت بعرض كلمات الست الرئيس انه لينا او لمصر سند في كل بيت، كلمات مؤثره في قصه الاصلاح الاقتصادي في 2016 انه احنا بنعمل، وانه يعني هم اللي خلوا البلد تخرج من هذه من هذا المأزق. البطل الحقيقي
في عملية الإصلاح الاقتصادي المرأة، لأن هي اللي تحملت الغلاء وهي اللي تحملت، وما سمعناش صوته. يعني الأول مثلا من السنوات السابقة كانت بعض القنوات تتفنن تجيب نساء بتاعت، لكن لا، الحمد لله المرأة دي صامدة وصبرة، وإن شاء الله يعني ربنا هيعوض صبرها خير. يعني المجهود اللي عملته والتحمل مش هيضحي بقى أبدا. طيب خلينا نروح للمادة 100.